أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله. يمحو عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح من أهل الله يطيب به المجروح ونبض الصحابه يرشد يرشدنا بهداه. ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله. أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا. شكرا يا رب فكافئ من أنشأ للتحفيظ صروح. شكرا يا ربا. شكرا يا ربا. اليوم نكرم من حفظوا حفل ثم نروح لكن الكل لدرجات في الجنات طموح. صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم درجات يرفعكم أعلى لا يشقى من به يتحلى قسما في الدارين سيهنى. صوت القراء يناديكم هذا القرآن ربيع القلب يبرئ ما يعجزه الطب يجلي الحزن ويمحو الكرب. صوت القراء يناديكم صوت القراء هو الموقع لابد إليه بأن ترجع. يلا يا شباب يلا شباب يلا خلوا الدنيا أحلى. قال النبي ووصى نصرتوا بالشباب يلا شباب يلا خلوا الدنيا أحلى. قال النبي ووصى نصرتوا بالشباب يلا نرسم بكرة الأحلام.
نزرع أرض الوطن الأغلى. يلا نرسم بكرة الأحلى، يلا نرسم بكرة.